وقد هنأ عدد من أعضاء مجلس النواب رجال الأمن البواسل بمناسبة يوم الشرطة، مؤكدين على ما يقومون به من دور هام ومحوري في حفظ الأمن في البلاد. هذا اليوم محل اعتزاز لدينا جميعا كمواطنين. هذا اليوم هو اليوم الذي نوجه تحية كبيرة لقوات حفظ الأمن والشرطة الذين يسهرون على راحة الوطن والمواطن. وكذلك أود في هذه المناسبة كذلك أن نشيد بجهود الشرطة وعلى رأسهم معالي الفريق راشد عبدالله وزير الداخلية الذي فعلا دشن مبادرات كثيرة من ضمنها شرطة المجتمع. رجال الأمن والشرطة جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، نقدرهم ونحترمهم ويقدمون خدمة عظيمة جدا لا تقدر بالمال، واستطاعت وزارة الداخلية تطوير هذا الجهاز بأحدث الوسائل. الآن وزارة الداخلية يشاد بها في المحافل الدولية. بالنسبة لنا احنا يعني ممثلين عن الشعب البحريني، ممثلين عن المواطنين، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمعالي وزير الداخلية ولجميع قوى الأمن ولجميع رجال الأمن بالشكر والتقدير والامتنان على ما يقومون به من تضحيات وما يقومون به من جهود جبارة في سبيل حفظ أمن وأمان مملكة البحرين وشعب مملكة البحرين. هذا يوم عزيز علينا وعلى أهالي المنطقة كلها. تعرف الأمن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نتمنى أن يعم الأمن على ربوع بلادنا والبلاد المجاورة، ونتمنى أن يكون هناك نوع من تأصيل هذه المناسبات.